الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. قال: ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي لأمر الشارع بردها في فقراء المسلمين. الله. لا تدفع الزكاة إلى ذمي، وكذلك لا يدفع العشر، ليس الزكاة فقط، كذلك العشر لا يجوز أن يدفع لغير المسلمين. ليه؟ قال: لأن الشارع أمر بأخذها من فقراء من أغنياء المسلمين وردها إلى فقرائهم، بذلك هذا ما نص عليه كلام ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا يصح ولا يجوز أن تعطى زكاة المال لغير فقراء المسلمين. قال: ولا يبنى بها مسجد، ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها ميت. لما لا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت؟ قال: لعدم التمليك، لأن من أركان الزكاة تمليك المال المدفوع، فأنت عندما تبني مسجداً ما ملكت المال لأحد، وعندما تكفن هذا الكفن صار ملكا للميت، الميت لا يملك، فلمن هذا الكفن؟ فإذا لا يصح لا يجوز لفقد شرط الزكاة وهو أو ركن الزكاة وهو التمليك. قال: ولا يشترى بها رقبة تعتق، بها الزكاة يعني. لما؟ قال: لأنه إسقاط وليس بتمليك، لأن الشراء الرقبة إسقاط، يعني إسقاط الملك عن العبد، وليس فيها تمليك، والركن فيها التمليك. نعم. قال: ولا تدفع إلى غني يملك قدر النصاب من أي مال كان، من الغنم، من الإبل، من الذهب، من الفضة، عروض تجارية، من أي مال من أنواع الأموال كان يملك نصابا، وهذا النصاب فائض عن حاجته، لا، فهذا يعتبر ايش؟ غنيا، بمجرد ما ملك النصاب صار غنيا وهو فاضل عن حاجته، لانه هو يعطي الزكاة. قال: لا تدفع الى غني يملك قدر النصاب من اي مال كان فارغا عن حاجته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، يعني المرة القوة. وكذلك لو وجدنا شابا قويا قادرا على الكسب ولكنه كسلان متقاعس جالس هكذا في بيته، لا يعطى هذا من مال الزكاة، لأننا نعينه على البطالة. قم واعمل. فما دام سوي الأعضاء والجوارح وعنده قدر وغير مشغول بمصلحة بأداء مصلحة من مصالح المسلمين، فإذا كان مشغولا بالتعليم، بالقضاء بين المسلمين، بحل المشاكل بين المسلمين، مشغول، فهذا يعطى من مال الزكاة إن كان
فقيرا لأنه مشغول بحوائج المسلمين. قال ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن على، يعني إلى واحد من أصوله سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا إلى ولده ذكرا كان أو أنثى، وولد ولده كذلك أحفاده، يعني الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، ذكورا كانوا أو إناثا، كبارا كانوا أو صغارا. قال وإن سفل، وإن سفل، لأن منافع الأملاك بينهم متصلة كما ذكرنا في درس ماضي. لو أني أنا أعطيت زكاة مالي لولدي مثلا 10 دراهم، أخذ 10 دراهم بعد ساعة، يا بني قم وأحضر لنا طعاما، فأخرج المال الدراهم التي أعطيته إياها باليمين فأنفقها بالشمال، فالمصالح متصلة. كذلك لو أعطيت إلى زوجتي أو أعطتني زوجتي، المصالح متصلة، فلا يصح أن تدفع الزكاة، يدفع الزوج الزكاة لزوجته لقيام المصالح الدنيوية فيما بينهم. لذلك القرآن يقول في حق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجدك عائلا فأغنى، عائلا فقيرا يعني فأغنى. قال العلماء أغناه بمال من؟ بمال أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. فهذا دليل على أن المصالح المالية متصلة بين الزوج وزوجته. لذلك باتفاق لا تصح شهادة المرأة لزوجها، شهادة المرأة لزوجها غير صحيحة غير مقبولة، أما شهادة المرأة على ضد زوجها مقبولة، أو الزوج لزوجته غير مقبولة، الزوج ضد زوجته مقبولة، لأن الضد يعني عليها ضد مصلحتها، هذا يقطع المصالح، يقطع المصالح، وعلامة على أنه صادق في شهادته. المهم قال لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال. يعني أنا عندما أعطيت ولدي المال وقلت له اذهب واشتري لهذا المال طعاما للأسرة، لو أنه رفض ماذا أفعل به؟ أفعل به ما لا يعلمه إلا الله. فلذلك هو مجبر على شراء الطعام من هذا المال، فلم يتحقق كمال التمليك، كان التمليك ناقصا. ولو كان بنته متزوجة فقيرة يعطي زوج ابنته، إذا كانت ابنته متزوجة فقيرة يعطي ابنته، يعطي عفوا زوج ابنته، يعطي زوج ابنته. قد يقول لزوج ابنتي إنسان مسرف، إنسان مسرف يدخن مثلا، يفعل الموبقات، ماذا أفعل بها؟ جميل، تشتري بهذه الزكاة طعام، رز، سمن، زيت، سكر إلى آخره، وتذهب لزوج ابنتك وتقول له هذه هدية مني لك، ماذا سيفعل؟ سيبيعه؟ فأنت تعطيه الطعام لزوج ابنتك وهو بعد ذلك ينفقه على البيت. المهم لا تعطي ابنتك أو أحفادك شيئا من مال الزكاة، أما الصدقة فهي جائزة. ليس منفعة بينهما يعني متصلة بين زوجة البنت وبنت يعني. هل أنا أنتفع بهذا المال من خلال من ملكته إياه؟ أنا عندما أذهب إلى بيت ابنتي وقد أرسلت لها هذا الطعام، هذا السكر والرز إلى آخره، هل أنا ألزمه على أن يضيفني منه؟ لا، إذا انقطع الصلة بهذا الماء. أما بالنسبة للولد أو البنت أنا ألزمه، لا سيما إذا كان في عيالي في بيتي. ومروءة، ليس من المروءة أن يمتنع الولد عن أبيه. قال
ولا إلى امرأته، ولا يدفع المزكي زكاته زكاة ماله إلى امرأته. لما؟ قال الاشتراك في المنافع عادة عادة. ما ذكرت من هذا قبل قليل؟ في ولا إلى أمه بعد امرأته. لا قبل ولا جداتك. ما عندي أنا. أعد ماذا مكتوب عندك؟ ولا إلى أمه وجداته وإن علت. هذه بعد إيش؟ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك بعد الكمال. أيوة. جيد. أو ليس بجيد. أنا ما أقصد. ولا إيش ما هو كان جيد؟ ولا إلى أمه وجداته. ولا. إلى أمه. جداته وإن علونا؟ وإن علونا. في عندكم طبعا غير موجودين؟ ما عندك؟ أيوة تمام. حلو جميل جميل. الأصغر جميل. لأنه يوجد نسخة يعني غير، إذا في نسخة نكتب أمامها الآن محمد الله. هذا ما تقول. وفي نسختين. شكرا. هذه النسخة هي لما قلنا وإلى أمه وجداته، وأنه قال إلى أبيه وجده لا بد، وهذه الصح والله أعلم. لما قال ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه لا بد أن يذكر كذلك الأم، وإلى جده لا بد أن يذكر الجدات. في نسخة كذا لعله الصواب، هو الصواب الله أعلم. طيب. قال ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة زكاة المال، المرأة لا تدفع إلى زوجها. طبعا ليه؟ لما ذكرت قبل قليل من وجود اشتراك المنفعة بينهما هنا. وقالا تدفع إليه، قال الصاحبان وقد وافقا في ذلك الشافعي، تدفع إليه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم امرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحديث الجماعة وقف وقال أيها الناس تصدقوا، ثم مر بالنساء فنظر إليهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما؟ يعني قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. طبعا انتبه، هذه أوصاف من؟ أوصاف النساء. من المصيبة أن معظم الرجال في هذه الأيام اتصفوا بهذه الأوصاف. تجد يعيش مع زوجته 20 عاما ثم يقول ما رأيت منك خيرا قط. هذا فعل النساء ليس فعل الرجال. الرجل يصبر ويصبر. تجد المرأة عاقلة في بيتها، زوجها من خسته يذهب عقلها يجعلها تثور. انقلبت الآن المفاهيم، يعني صار رجال زماننا كنساء زمانهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم انصرف النبي الكريم بعد ذلك، فجاءت زينب تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، أذن لها وقالت له يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود زوجها، يعني زعم بمعنى قال، زعم تأتي لمعنيين، بمعنى قال وبمعنى تريد أن تغمز بصدق وتتهم القائل، فتقول زعم فلان كذا، يعني أنت تتهمه، تظن يعني تشك في كلامه، ولكن تأتي بمعنى قال. فهنا قالت زعم ابن مسعود
أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به بهذا الحلي عليهم. هذا دليل من؟ دليل الصاحبين. ظاهره واضح أنه، أو بالأحرى يدل بظاهره على أن الزكاة تجوز للزوجة للزوج. قال أبو حنيفة: قال هذا الحديث محمول على صدقة النافلة، بدليل أن النبي ماذا قال؟ فصدقنا. ما أمرهن بأداء الزكاة؟ أمرهم بالصدقة وذكر لهم معاصي وذنوب وآثام تقابل هذه الصدقة، فدل على أن هذه صدقة غير واجبة، غير الزكاة المأمور بها. لذلك قال الشيخ: قلنا هو محمول على النافلة، يعني على صدقة التطوع. أما الشافعي ماذا قال؟ قال: لا، القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء، وهنا قال الصدقة فتكون زكاة. ولكن قلنا القرائن تدل على أن المراد بالصدقة هنا ماذا؟ النافلة وليس الواجب. قال في التصحيح: ورجح صاحب الهداية وغيرهم قول الإمام واعتمده النسفي وبرهان الشريعة، قال: ولا يدفع المزكي زكاته إلى مكاتبه. أنا عندي مثلا مكاتب عبد، كاتبته على 1000 درهم وذهب يعمل لمدة 6 شهور مثلا، وحال علي الحول وعلي أن أخرج زكاة المال، هل أعطي هذا المال لهذا المكاتب؟ قال: لا. لما؟ قال: لأن هذا المكاتب لو عجز عن دفع بدل الزكاة سيعود هذا المال لي، فالتمليك ليس كاملا، لم يتحقق كمال التمليك. وملك العبد هنا موقوف على السيد، بمعنى كما قلنا أنه سيعود المال هذا إلى السيد. قال: ولا يدفع المزكي زكاته إلى مكاتبه ولا إلى مملوكه، ولا إلى مملوك المكاتب، يعني هذا المكاتب ذهب وباع واشترى وأتى بأموال وصار عنده عبيد، صار عنده مماليك عبيد، فهل أعطي زكاة مالي لعبيدي المكاتب؟ قال: لا، لا أعطي. ولا إلى مملوكه لفقدان التمليك، أو لفقدان التمليك، إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك. يعني هنا لو أنكم فرض على فرض من شرح هذه العبارة فقال: ولا إلى مملوكه، يعني لا يعطي السيد المال إلى عبده، المعنى محتمل يصح واضح، لكن المراد هنا مملوك من؟ مملوك المكاتب، مملوك المكاتب. لو فسرها بأنها مملوك السيد لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. قال: ولا إلى مملوك غني، ولا إلى فضل مملوك عبد عبده مقصود. قلت: لا، أنا فلان مكاتب، أنا عندي عبد كاتبته، قلت له: اذهب واعمل، أنا أريد منك بعد 6 شهور بعد سنة 1000 درهم بدل عن رقبتك. إن أتى ب1000 درهم صار حرا، فذهب وعمل واشتغل وصار عنده عبيد هذا المكاتب. فجئت أنا وأعطيت واحدا من عبيدي هذا المكاتب، من عبيد هذا المكاتب أعطيته زكاة المال، يصح؟ لا يصح. ولا إلى مملوك غني، فلان غني، زيد من الناس غني عنده عبيد، فأعطيت عبدا من عبيده زكاة، لا يصح، لأن الملك واقع لمولاه لسيده الغني. قال: ولا إلى ولدي غني، ولا إلى ولدي، يعني إلى صبي ليس بالغا، إلى ما قال إلى ولد، قال إذا كان صغيرا تحت سن البلوغ أعطيته زكاة المال،
وكان أبوه غنيا لا يصح. لما؟ قال لأنه لأن الصغير يعد غنيا بمال أبيه، يعد غنيا بمال أبيه، بخلاف ما إذا كان كبيرا يعني بالغا فقيرا فيصح أن تدفع له زكاة المال. لما؟ قال لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه، وإن كانت نفقته عليه، يعني وإن كانت نفقة الولد الكبير على أبيه، وإن كان كأن يكون الولد الكبير مثلا أعمى أو مريض مرض، فقضى القاضي على بالأصل مولانا بمجرد ما بلغ الولد صار الوالد غير ملزم بالنفقة على ولده. يعني في هذه الأزمان أحبابنا يقولون يتجاوز الإنسان مرحلة الطفولة إذا تم له 18 عام، هذا في القانون الغربي وتبعه على ذلك المسلمون في هذه الأيام، نسأل الله السلام. إذا كان تحت 18 سنة، تحت 18 عاما كان طفلا، ماذا نقول لهم وقد قاد جيوش الإسلام أسامة بن زيد وكان عمره 17 عاما؟ ذاك طفل رضيع، طفل قاد الجيوش وفيهم أبو بكر وعمر إلى غير ذلك. فالأصل مولانا إذا بلغ، والبلوغ يكون إما بالسن أو بخروج ماء المني منه، فإذا بلغ مثلا وعمره 12 عاما صار الوالد غير مكلف بالإنفاق على ولده، صار غير مكلف، فإذا أنفق عليه فهذا تبرع منه، هذا تبرع منه. ولكن يلزم بذلك إذا كان الولد مريضا زمنا كأعمى أو مصاب بفالج أو إلى غير ذلك، وقضى القاضي عليه بالنفقة، قضى عليه بالنفقة، فالآن هذا الكبير البالغ وقد قضى القاضي بالنفقة على الوالد، هل يعد غنيا بغنى أبيه؟ قال لا. فإذا جاء إنسان وأعطاه زكاة المال يصح، يصح ذلك. قال ولا تدفع يعني الزكاة إلى بني هاشم، إلى بني هاشم، لأن الله تعالى حرم عليهم أوساخ الناس وعوضهم بخمس الغنيمة، بخمس خمس الغنائم. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. ذكرنا في الدرس الماضي أظن، في الدرس الماضي قلت لكم أن في هناك رواية عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة يجوز أن يعطى آل البيت من مال الزكاة، وعلل ذلك بعدم انتظام بيت المال. وكذلك هناك رواية عندنا، وأظن هذه الرواية مقصورة على قول، هي رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف، القول الصحيح لأبي يوسف، ورواية عن سيد أبي حنيفة أن آل البيت يعطون زكاة مالهم لنظرائهم آل البيت. هذا قول أبي يوسف، هو رواية عن أبي حنيفة، ولكن ظاهر الرواية في مذهبنا عدم جواز ذلك. ولكن في هذا الزمان يعني نحن مضطرون للعمل بقول أبي يوسف مثلا، على أقل التقادير، بأن أغنياء أهل البيت يعطون زكاة أموالهم لفقراء آل البيت. قال ولما كان المراد من بني هاشم الذين لهم الحكم المذكور، ليس كلهم، ليس كل بني هاشم، لأن أحبابنا عبد المطلب أو نقول هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس، هؤلاء أربع أخوات، أربع إيه؟ أخوة، أولاد عبد مناف، هؤلاء الأربعة
نعم. الذي استمر نسله فقط هو هاشم. أما المطلب ونوفل وعبد الشمس انقطع نسله، انقطع نسله، بقي نسل هاشم. هاشم أعقب جاءه من الأولاد 12 رجلا تصرف هاشم أصلح العبارة. عندنا هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس، هؤلاء إخوة. هاشم أفندي تزوج، جاب 4 أولاد، جاب 4 أولاد. هؤلاء الأربعة واحد منهم اسمه عبد المطلب، اسمه إيش؟ عبد المطلب. إخوته الثلاثة لعبد المطلب لم يأتهم أولاد، فهاشم أنجب، أتى بأربعة أولاد، واحد منهم عبد المطلب، الثلاثة الباقين لم ينجبوا أولاد. عبد المطلب أتى أعقب 12 رجلاً، 12 شخص، واضح كلام أحبابنا؟ فتصرف الزكاة إلى أولاد الكل، أولاد كل عبد المطلب إذا كانوا مسلمين فقراء، إلا أولاد العباس وأولاد، سيذكر الآن الذين ذكرهم، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب، كلهم أبناء عبد المطلب. أما باقي هالأولاد أبو لهب مثلا، أولاد أبي لهب، يعطون من مال الزكاة إذا كانوا فقراء. فباقي آل هاشم، بني هاشم، غير أولئك آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث، غيرهم يعطون من مال الزكاة، أما هؤلاء لا يعطون من مال الزكاة. واضح؟ إن شاء الله. قال: ولما كان المراد من بني هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم، بين المراد منهم بعددهم فقال: وهم، يعني أي بنو هاشم الذين يحرم عليهم أخذ الزكاة أو لا يصح دفع الزكاة لهم، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب. هؤلاء مولانا علي والعباس وجعفر وعقيل والحارث، أولئك أسلموا وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه، فكانوا من آل بيته الأطهار. قال: فخرج أبو لهب بذلك حتى يجوز الدفع إلى من أسلم من بنيه، لأن حرمة الصدقة على بني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جاهليتهم وإسلامهم. أبو طالب كان غير مسلم لما، وبنو هاشم هؤلاء إلا أبو لهب لما مكثوا في الشعب 3 سنين حتى أكلوا العشبة، وقد قاطعتهم قريش، لا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا 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 إلى آخر ذلك، فوقفوا مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ناصروه وهم على غير دينه. ولما أسلموا استمروا بنصرته، لذلك استحقوا هذه الكرامة. ولم يكن هذا لغير بني هاشم، يعني مثلا الكفار الذين ليسوا من بني هاشم لم يناصروا النبي عليه الصلاة والسلام في جاهليته، ما نصروه، فكان هذا إيش؟ خصيصة من الله. نعم. أبو طالب ماذا كافر؟ ماذا مذهب أهل السنة والجماعة؟ أنه مات على غير الإسلام. أبو علي وجعفر
ابن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، هؤلاء من آله، لكن آله إن أسلموا بعد ذلك الذي ثبت منهم أنه إيش؟ عقيل وعلي وجعفر. أما عباس بن عبد المطلب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: وأبو لهب كان حريصا على أذى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يستحقها بنوه. قال: ولا تدفع أيضا إلى مواليهم، أي عتقائهم، عتقاء آل البيت، فرقاؤهم بالأولى، يعني عبيدهم من باب الأولى، ألا تدفع الزكاة لعبيد آل البيت، بحديث مولى القوم منهم. مولى القوم، يعني المولى من هو المراد بهم؟ أنا عندي عبيد أعتقت واحدا منهم فهذا صرت أنا مولاه أو هو مولاي فهو مني، إن لم يكن له وارث مات وليس له وارث أنا أرثه بعد أن صار حرا، إن لم يعقب، إن لم يتزوج وصار عنده أموال مات أنا أرثه، مولى القوم منهم. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا فبان، أي ظهر يعني، أنه غني أو هاشمي أو كافر أو ذمي أو على غير ملة الإسلام، على غير ملة الإسلام، إلا إذا ظهر أنه حربي أو مستأمن. إن ظهر أنه حربي نذهب إليه ونأخذها منه، أو مستأمن نذهب ونأخذها منه، هذا من اتفاق عند فقهائنا لا خلاف في ذلك. المستأمن هو إنسان غير مسلم دخل بلاد، في هذه الأيام دخل بلادنا بجواز سفر، أخذ فيزا وختمنا له، أي ما في شيء، وختمنا على جواز السفر دخول، هذا مستأمن، يحرم علينا دمه وماله وعرضه، ولا يجوز لنا أن نتعرض له بسوء أبدا، هذه أخلاق الإسلام. أما ما يفعله الآن المجرمون ويأتون إلى بلاد المسلمين حيث فيها غير المسلمين ويقومون بالاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء فهذا حرام، لا يجوز بوجه من المجرم. كذلك أنت إذا دخلت بلاد الكفر، ذهب إلى بريطانيا، إلى أمريكا، إلى أي دولة كافرة غير مسلمين، دخلت إلى بلادهم بجواز سفر، أعطوك فيزا ودخلت عن طريق المطار، نزلت أهلا وسهلا ومرحبا تفضل، ودخلت إلى بلادهم، يحرم عليك أن تتعرض إلى مالهم وأعراضهم ودمائهم، حرم عليك كل ذلك. لما أعطوك الفيزا قالوا لك: أعطنا العهد بأن أموالنا ودماءنا وأعراضنا حرام عليك، فلما أنت وافقت وقلت لهم: أعاهدكم بديني وأعاهدكم بالله بأن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليك، قالوا لك: تفضل، صدقناك وتفضل. فإذا ما فعلت نقيض ذلك فهذا لا يجوز، حرام، لا يجوز أبدا بحاله. فالمستأمن، عندنا مستأمن وعندنا مستأمن. المستأمن هو الذي طلب، أو سيأتي باب خاص لهذا، المستأمن هو الذي طلب الأمان، دخل بلادنا وهو طلب الأمان، ولا يمكن من المكث في بلاد الإسلام أكثر من سنة، له أحكام خاصة ستأتي. فإذا دخل بلاد الإسلام بأمان يحرم علينا التعرض له، وإذا دخلنا بلادهم كذلك نحن بأمان يحرم علينا أن نتعرض له. فما حال أولئك الذين يعتدون، يسفكون الدماء والعياذ بالله، يسفكون الدماء في بلاد غير المسلمين أو بلاد المسلمين، كيف سيواجهون الله عز وجل؟ وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا أنا حجيجه، خصمه، خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأنت من تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسول الله كذاب، أنت كذاب. فلذلك حذار يعني أن يغرر بواحد منهم. نحن هنا مستعمل يعني. أنت؟ نحن هنا في مصر طلبة يعني. أنت مسلم أنت. أنت على العين والرأس. أنت صاحب أنت من أهل البلد هنا. أنت مسلم مولانا. هذا لغير المسلمين هذا الكلام. غفر الله لي ولك، قل آمين. إنما إن ذهبت إلى بلدك تقول لي مستأمن؟ تقول لي أهلا وسهلا تفضل. نعم. هنا يقصد أن المسلمين يدخلون البلاد الإسلامية بدون إذن، طبعا الأصل أن بلاد الإسلام بلاد واحدة. نعم، تركب الحمارة تبع الفرس تبعك، تركبه فرسك أو حمارك وتذهب لبلاد الإسلام من الشرق إلى الغرب دون أن يمنعك مانع. أخونا قصد أن المسلمين في أيامنا هذا يدخلنا البلاد الإسلامية بالفيزا. يعني هذه الظروف طارئة إن شاء الله، ستزول إن شاء الله بعد ألف عام إن شاء الله. المهم أن نكون مع بعضنا في قلوبنا ودعواتنا، وأن يعني أما هذه الحدود هذه أشياء يعني هذا ورق كل هذه أشياء لا نلتفت إليها. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. وقال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير، دفع زكاة المال إلى فقير في ظلمة ثم بان أنه أبوه، بان أنه دفع المال لأبيه أو ابنه أو امرأته، قال فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه، لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبنى الأمر فيها على ما يقع، يعني على ما يثبت ويستقر عنده. أنا الذي ثبت عندي لما دفعت هذا المال أن هذا المدفوع إليه فقير. مثلك كمثل إنسان دخل إلى مسجد لا يعرف أي مكان، لا يعرف القبلة، اجتهد فصلى، فلما انتهى من الصلاة جاء صاحب مكان قال له أنت صليت إلى غير القبلة، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. وكذلك هنا لا يعيد، انتبه، لأنه بنى أمره على ماذا؟ على اجتهاد. واضح الكلام أحبابنا؟ السؤال الآن، هل يطيب هذا المقبوض للقابض أم لا يطيب له؟ هل يطيب له أم لا يطيب له؟ قال العلماء ليس في هذا رواية عن المتقدمين عن أبي حنيفة وأصحابه يعني، ولكن من العلماء من قال لا يطيب له هذا المال، منهم من قال يطيب، منهم من قال يطيب. يعني عندما دفعت زكاة المال لابني في ظلمة ولم أعلم أنه ابني لا يجب علي أن أعيدها، ولكن هل هذا المال صار طيبا لولدي يجوز له أن ينتفع به؟ عندنا قولان، قول بأنه ليس له ذلك، وقول بأنه قول بأنه له أن ينتفع، ليس له أن ينتفع به، ليس له أن ينتفع به. ماذا يفعل؟ قال يتصدق به على نية الدافع أو يرجعها إلى المتصدق، يعني يعطيه إياها هبة منه ليعيد إنفاقها المتصدق. وعندنا دليل يشهد، دليل هل هذا قول أبي حنيفة ومحمد أليس كذلك؟ بلى. جواب أليس بلى. أليس نعم يا شيخ عبد الله؟ أنا استدرجتك استدراجا. فأبو حنيفة ومحمد قالا يصح الدفع، يصح الدفع. يشهد لهم حديث البخاري أن معن بن يزيد، معن بن يزيد يقول كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجلين في المسجد، فجئت فأتيت فأخذتها، فذهب إلى أبيه معه
فقال له لقد أخذت هذا المال من فلان من المسجد. فقال يزيد والله ما إياك أردت، هات المال أرجع إلي مالي، أنا ما أردت أن أعطيك المال. فيقول المعن خاف خاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، رفعنا الأمر إلى السيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا إن حصل مع مشكلة بينك وبين أبيك ما في مانع أن تذهب إلى حكيم، إلى حكيم، إلى عاقل، إلى إمام كي يحل هذا الإشكال. هذا ليس عقوقا، ليس عيبا، ليس حراما، هذا ما فعله من الصحابة. النبي ما قال لهم يا معن أنت قليل الأدب لأنك اشتكيت على أبيك، أنت عاق لأنك اشتكيت، قال فخاصمته إلى النبي، رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت، فأنت لك ما نويت يا من تصدقت في ظلمة الليل على ولدك وأنت لا تدري، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. واضح كلام أحبابنا؟ هذا يشهد لمن؟ لسيد أبي حنيفة والإمام. الله. طبعا استدراكا لما مضى، كمال الأدب، كمال الأدب مع الوالد أن تتنازل عن حقوقك لأبيك. دائما في عندنا أحبابنا، عندنا حسن وعندنا أحسن، عندنا جميل وعندنا أجمل، وعند انتبه عندنا أمور ليست قبيحة، تقول فهذا الأمر ليس قبيحا ولكن هناك أمر أجمل منه. يعني أنا عندما يتعرض والدي لي بالظلم، عندما يظلمني والدي، أنا لست عاقا إن أخذت حقي من أبي، ولكن أكون بارا إن عفوت عن والدي. واضح؟ لست عاقا إن أخذت حقي من أبي، ولكن أكون بارا. حكينا مرة أحبابنا اسمعوا هذه القصة، يقصون هذه يعني كي من كان عنده والد كي يعرف كيف يبر أباه. هذه حصلت عندنا في الشام، هذه دمشق، من القاهرة إلى الإسكندرية أو أقل، أقل يعني تقريبا من أكتوبر إلى مدينة نصر، كم ساعة تقريبا؟ ساعتين أو ساعة ونصف تقريبا. في عندنا رجل ذهب إلى ابنته، في كان هم أهل دمشق، ذهب إلى منطقة ثانية، نام عند ابنته، وفي الليل استيقظ وأراد أن يذهب إلى الحمام، فإذا بالكهرباء منقطعة. هذا كلام جديد يعني من 15 عاما. فأمسك الهاتف واتصل بولده الذي هو في دمشق، قال له بابا أنا استيقظت في الليل وأريد أن أذهب إلى الحمام والكهرباء منقطعة، وأنا أستحي من أختك ومن زوجها، كيف أقوم؟ قال الوالد لولده بابا أنا 5 دقائق أكون عندك. في جوف الليل هذا الكلام، في جوف الليل. فالولد ركب السيارة وذهب إلى أبيه من أجل أن يدخله إلى الحمام. ما رأيكم بهذا البر العظيم؟ هذا مشهد من مشاهد البر. نعم. فلذلك من كان له والد أنت مع أبيك، أنا أقول لك أنصح أحبابك، أنا توفي والدي رحمه الله وماتنا جميعا، كن مع أبيك أنت مولانك الخاتم في مصر، ما دام لم يأمرك في معصية، لا تفعل شيئا إلا وأن تأخذ إذنه، ولو للبركة، قد يكون أبوك جاهلا عاميا بسيطا، قل له لأبيك تريد أن تفعل أمرا استشره لعلك تجد الخير عنده، ولا تخرج عن رأيه، حاول أن تظهر له أنك خادم بين يديه وأنه هو السيد. النبي يقول عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة،
إيش يعني أوسط؟ يعني أفضل وأعظم وأجمل وأكبر وأوسع أبواب الجنة. إن شئت أن تلج فافعل، وإلا فدع. أنت مخير بين أن تملك هذا الباب وبين أن تدعه. إياك أن تخرج من البيت، إياك أن يطلع عليك فجر أو أن تغرب عليك شمس دون أن تسمع من أبيك كلمة الله يرضى عليك. إذا هو نسي أن يقولها أنت قل له ارضى عني يا أبي، قل لي الله يرضى عليك. فإذا كنت لم تعدد ذلك منك أبوك لم يعدد ذلك، إلى الآن قبل أن تنام اتصل بي عن طريق الواتس، عن طريق الفايبر، عن أي شيء، طريق المواصلات الحديثة، الاتصالات الحديثة، اتصل به أو بأمك وقل أريد أن أسمع منك اليوم يا أبي كلمة الله يرضى عليك قبل أن تنام وعندما تستيقظ. تستيقظ مع الرضا وتنام مع الرضا. الله، لا أجمل من ذلك، لا يوجد أجمل من ذلك. فعليكم بآبائكم وعليكم بأمهاتكم، أرضوهم واسمعوا كلامهم وأطيعوهم ولا تصدوا إلا عن آرائهم، وقد وقبلوا أيديهم وقبلوا أقدامهم، والله تسعدوا. قبلوا أيديهم وقبلوا أقدامهم، وما طلبوا منكم أعطوهم. أي شيء يطلب من أبوه خذ، خذ، والله، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، سيعطيك الله أضعافا 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 مضاعفا. هذا مجرب، والله مجرب يا أحبابي. الدرهم الذي تعطيه لأبيك الله يعطيك 100,000 ولا مليون ولا مليار، أكثر بكثير. عندما تدفع لأبيك ونفسك طيبة، ونفسك طيبة. إذا أحبابنا أسعدوا آباءكم، أسمعوهم الكلام الطيب، الكلام الجميل. إذا واحد منكم أصر معه، إذا كان واحد منكم مقصرا مع أبيه اليوم نصلح إن شاء الله تعالى بكلمة طيبة، برسالة، يعني قدر الاستطاعة. اللي ما عنده أب مع عمي، ما عنده عم، ما عنده أم مع خالتي. أنا والدي ووالدتي كلاهما منتقد رحمة الله، عندي فقط خالة أتصل بها كل فترة وأطلب منها الرضا. من فترة كان في لي حاجة عند الله عز وجل، اتصلت بها، أنا أكلمها فبكيت، يعني فقلت لها خالتي أنا ما عندي أم ترضى عني. طلبت منها الرضا وقلت لها أنا عندي حاجة من الله عز وجل، فطلبتها وقالت لي إن شاء الله حاجتك مقبولة. والله يا أحبابنا، والله والله ما مضى 20 يوما إلا وجهتني حاجتي. حاجتي قيمتها 300,000 جنيه، مو 100 ولا 10، 300,000 قيمتها. والله ما مضى 10 أيام وجاءتني، اتصلت بها بعد ما جاءتني، قلت لها خالتي لقد جاءتني الحاجة، جزاك الله عني كل خير. فأنت دائما مولانا يعني حاول أن تكسب رضا أمك، رضا أبيك، وإن شاء الله تجد في ذلك خيرا كثيرا يا رب. أسأل الله السلامة. وقال أبو يوسف، عليه الإعادة، انتبه، قال بس عليه الإعادة، قال ولا يسترد، يعيد ولكن لا يسترد، واضح الكلام. عليه الإعادة لظهور خطئه بيقين، مع إمكان الوقوف على ذلك، مع إمكان الوقوف على ذلك. هذا قول أبي يوسف. قال في التحفة، والأول جواب ظاهر الرواية، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيروهما، انتهى تصحيح. قال ولو دفع إلى شخص يظنه مصرفا، يظنه من مصارف الزكاة، ثم علم أنه عبده أو مكاتبه، لم يجوز في قولهم جميعا، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. لما؟ قال انعدام التمليك. أنا عندما أعطيت لعبدي هذا المال سيعود ترانزيت مباشرة تلقائيا إلى جيبي. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان، لأن الغينة نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية،
لأن الغنى الشرعي مقدر به، لأن الغنى الشرعي مقدر به. به بماذا يعني؟ بالنصاب. أحسن. قال والشرط يعني شرط عدم جواز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا، والشرط شرط عدم جواز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أن يكون يعني النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية، فإذا كان فاضلا عن حاجته الأصلية فلا تدفع له الزكاة. قال ويجوز دفعها يعني الزكاة إلى من يملك أقل من ذلك، إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا، لأنه فقير أن هو يكتسب وهو يعمل، ولكن هذا الإنسان يا أخي ما معه مال، ليس معه المال الكافي، فقير. قال والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، يعني لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، لأنه رب شخص عليه آثار الفقر، عليه آثار الفقر وهو من أغنى الناس، ورب شخص عليه آثار الغنى. في عندنا تاجر كان في سوريا، تاجر يتكلم بمليارات الدولارات، مع أموال كثيرة، ذهب إلى صالة معرض سيارات المرسيدس. هذا الكلام أظن من 6 سنوات أو 7 سنوات، ذهب مع أموال كثيرة جدا، فدخل يتجول في المعرض، ففعل بيده هكذا، فجاء الموظف قال له ماذا تريد؟ قال له هذه كم ثمنها؟ قال له اخرج اخرج، هذه ليس لأمثالك. قال هذه لمن؟ قال هذه لمن يستحق أن يركبها. قال انتظر قليلا، ما اعطي رقم جوال، رقم هاتف مدير الصالة. حصل بينهم شجار، طبعت الاصوات، جاء مدير الصالة قال له كم سيارة عندك في هذه الصالة؟ قال عندي 10 أو 15 أو 20. قال اريد ان اشتريها كلها، فاشتراها كلها، وجاء ذلك الموظف اراد ان يقبل قدمه ورجله يعتذر، لانه سيفصل من العمل بعد ذلك، سيفصل. فهو غره المظهر أن هذا الإنسان ما يركب هذه السيارة، لا علاقة لك بذلك أنت، هذا دخل ليشتري ويسأل عن الثمن، أنت موظف أدي ما عليك، أدي واجبك، انتهى. فإذا رب فقير في الظاهر غني في الواقع، ربما غني في الظاهر فقير قال ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، فأدير الحكم على دليلها، يعني على دليل الحاجة وهو فقد النصاب، فإذا كان فاقدا للنصاب فهو فقير. إذن لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك. قال ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد. ما هي هذه الكراهة؟ هل هي كراهة تحريمية أم كراهة تنزيهية؟ الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قرأ تبيين الحقائق، شرح كنز الحقائق للشيخ الزيلعي، فالشيخ الزيلعي لما قال يشرح في ذلك متن كنز الدقائق، فقال الشيخ الزيلعي رحمه الله يعلل لما قال صاحب الكنز بأنه يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. قال الشيخ الزيلعي قال لأن فيه رعاية حق الجوار، فكان أولى، يعني فكان تقديم الجار أولى من تقديم البعير. فقال الشيخ ابن عابدين يفهم من ظاهر هذا الكلام أن الكراهة تنزيهية، لأن الكراهة التحريمية أحبابنا تحتاج إلى دليل، واضح؟ وإن كان بعض الشيوخ قال بأنها تحريمية، ولكن الظاهر يشهد لما أكده الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى، لا سيما أن فقهاءنا ماذا قالوا؟ إذا قرأت قولهم خلاف الأولى أو لا بأس به، فهذه عبارات تدل على الكراهة التنزيهية. والله تعالى أعلم.
يعني انت تستطيع ان تكتب تقول الذي رجحه ابن عابدين انها كراهه تنزيهيه، انها كراهه تنزيهيه. قال وانما وان قال غيرهم اظن انا والله اعلم في الشيخ الطحطاوي في حاشيته على المراقي، هذا ما اذكر الشيخ الطحطاوي في حاشيته على المراقي والله تعالى اعلم قال انها كراهه تحريميه. الشيخ الطحطاوي انتبه، هو شيخ شيخ ابن عابدين، شيخ ابن عابدين تلميذ الشيخ الطحطاوي، واضح؟ والشيخ ابن عابدين انتفع به كثيرا جدا وينقل عنه كثيرا في حاشيته. تقرا الحاشيه تجد كلمه طه، طه يعني طحطاوي، فهو تلميذه. قال وانما تفرق، وانما تفرق، أي تعب تفرق، استغفر الله. قال ينقل أو ينقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإنما تفرق يعني صدقة كل قوم فيهم، لحديث معاذ، حديث معاذ ماذا قال لهم؟ قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من أغنياء هؤلاء هذه المدينة إلى فقراء إلى غيره. قال ولما فيه من رعاية حق الجوار، قال إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته. يعني أنا مثلا فلان مقيم بالقاهرة ولها قرابة فقراء بالإسكندرية، ينقلها الإسكندرية لأن له فيها أجران، لأن له فيها له فيها أجرين، أجر الصدقة وأجر السر. عليك في شيخ هذا الحديث بأن قول تحريم، شوف مولانا حتى لو قلت تحريم يعني يوجد نهي، يعني مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ونص العشر ونصف هل تأتي معي الحديث؟ ها جاء الحديث لما قال سيدي رسول الله عليه وسلم المتر حق، المتر حق، المتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. ماذا نقول؟ ترك المتر مكروه تحريما. ليه؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس مني، فيه وعيد، أما هذا ما فيه وعيد وليس فيه تأديب. قال ولما فيه من رعاية حق الجوار إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته لما فيه من الصلة، بل في الظاهرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم، فيسد حاجتهم، أو ينقلها إلى قوم هم أحوج من أهل بلده لما فيه من زيادة دفع الحاجة. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله. ولو نقلها إلى غيرهم، يعني إلى غير الأقرب أو إلى غير الأحوج، إلى غير الأقرب وإلى غير الأحوج، أجزأه صحت وإن كان مكروها، لأن المصرف مطلق الفقير بالنص. يعني قوله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء، سواء كان قريبا او بعيدا الى اخره، والنص لم يقيد الانفاق على القريب او البعيد هدايه. ثم قال باب صدقه الفطر، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا باسرار الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين.